الملحفة هي نوع من أنواع الثقافات الحسانية، واللي هي من التقاليد والعادات الصحراوية، وتعتبر وهي تلبسها المرأة. هي الملحفة أنواع، وهذه الأنواع تلتبس في كاينه اللي تلبسوا في المناسبات، وكاينه اللي تلبسوا في الحياه اليوميه. والملحفه وحتى العراس كاين اللي يلتبس في النهار، وكاين اللي يلتبس في الليل. واصناف الملحفه هي مثلا مفتله، غاز، بيرسي، شقه، سواري. وتعتبر ملي من غير ذا كامل كاينين هذا، ومن غير ذاك كامل تعتبر ملي الملحفة كاينين أشكال اللي هي ممكن تلتبس سامبل، ممكن تلتبس متركشة اللي بحال هذا درك مزوقات، وكاينة ملي اللي تلبس فيهم سريراس. الملحفة هي أنواع تختلف عن اللحاف الذي كانت ترتديه المرأة الصحراوية في الماضي مع ارتدائها له في الحاضر. اليوم نرى أن النساء تطورت في ارتدائهن للحاف، فأصبحت هناك أنواع عدة، منها غاز، بيرسي، الشقة، سواري، مجموعة من هذه الملاحف التي عرفت حديثاً. أما في القديم كانت المرأة ترتدي اللحاف الذي يعرف بملحفة النيلة، وهي ملحفة تقيها من حرارة الشمس أو من تقلبات الجو، فهي كانت عبارة عن سترة وواقي من تقلبات الجو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.